احنا تعلمنا اذا في الفيو موديل عندنا observable من RX Java, state flow, shared flow, flow, live data كلها بامكاننا تحويلها الى الميوتابل ستيت او الستيت الخاصه بالكومبوز. لكن هل من الممكن ان نجري العكس ان نحول الستيت الخاصه بالكومبوز الى فلو؟ راح تسالني سؤال، اني اصلا لماذا احتاج ارجع شيء هو بالاصل كان فلو، فلماذا اني احتاج ارجع الى فلو؟ الجواب هو كالاتي. انت لو تلاحظ بهذه الكيس، انا عندي remember lazy list state، هذه عباره عن state ولكن مو انا اللي اتحكم بيها، هي بالاصل ما جايتني من flow. طيب اذا حولتها الى flow، من الادفانتج اللي راح احصلها راح اقدر استخدم كل الاوبريتر الخاصه بالflow عليها، راح اقدر اعمل collect واعرف اي تغيير يصير داخلها. فاذا اي state انا اقدر احولها من state خاصه بcompose الى فلو عن طريق السناب شوت فلو. طيب كيف راح اجي اعمل هذا؟ راح اجيب في داخل الكومبوسبل اللي عندي ايضا استخدم اللانشد افكت، وفي الكي راح انطي الليست ستيت مع اي تغيير الليست ستيت اللي انا اريد اتعامل وياها، راح يشتغل هذا اللانشد افكت. طيب ايش اللي راح اعمله؟ راح اجي استخدم سناب شوت فلو، والان ما راح اكتبه داخل السناب شوت فلو، هذه الخاصية راح تتحول على شكل flow. فإذا أجي أكتب list state ومن ثم أكتب dot، راح ألاحظ أكو مجموعة من الـ property، مثلا first visible item index. لو أجي أختار هذه، هذا الآن أنا أنشأت flow، هذا الـ flow دائما راح يبعث emit من تلقاء نفسه الأول عنصر للإندكس، الأول عنصر بارز على الشاشة. بما أنه هو flow وبما أنه آني launched effect تشتغل يعني داخل coroutine scope، فبالتالي آني مباشرة ممكن أستخدم collect، وفي الـ collect مباشرة ممكن أعرض النتائج. وكذلك آني ممكن أستخدم a operator، مثلا أستخدم map أو أستخدم a operator، آني بإمكاني أستخدمها مع الفلو كما شرحنا في الكوروتينز فيديو موجود على قناتنا اذا انت ما متابعها. طيب الان اللي راح اسويه، كل اللي راح اسويه انه راح اعمل log dot i وراح اخلي tag، ومن ثم راح اخلي بعدها ال it واحولها الى string باللوج. طيب ايش اللي راح استفاد اني من هذا؟ راح استفاد انه اني ممكن وفق item معين visible أعمل call على function معينة، أعمل fetch data، أغير behavior معينة، أخفي button معينة، أظهر button معينة. إذا راح أخلي action باعتماد على ال state الخاصة بال column أو lazy column أو lazy row أو lazy grid. طيب خلينا نعمل run ونروح لل logcat، اشتغل اشتغل تمام. الآن لو تلاحظ أول logs حصلته هو 0. لو أعمل scroll الآن بلش تتغير مع السكرولينج. إذا أنا هنا نبدأ أسوي collect للفلو، مع كل تغيير بالposition أنا دا أحصل على index أول item ظاهر على الشاشة. طيب إيش يخص الستيت؟ أي جزء من الدروس السابقة اللي تعلمناه مع compose راح نقدر نحوله إلى flow ونعمل له collect أو نعمل عليه أي operators خاصة بالflow. طيب اللي راح يصير تحويله هو الجزء اللي بين هذا القوس، يعني أنا متى أحول list state كامل، يعني إذا أحول فقط خاصية ممكن، يعني دي يصير collecting أو observing على خاصية واحدة أيضا من state. هذه الability جدا رائعة وجدا مفيدة بالشغل. طيب خلينا نشوف أمور أخرى، مثلا scroll on progress هذه خاصية أخرى موجودة ضمن state اللايزي layout. لو راح أعمل run هذا راح تخليني أعرف أنه هل أنا دا أعمل scrolling أو لا، وهذا راح تكون جدا مفيدة. مثلا لما أوقف scrolling أريد أظهر فد fab أو button معينة، لما أعمل scrolling أريد أخفي هذه الفاب. الآن false أنا ما دا أعمل scrolling، لاحظ لما أبدي أعمل scrolling تحولت إلى true. لما أرفع إيدي من الـ emulator أو من الشاشة إذا كنت مستخدم device راح تتحول إلى false. لما أرجع أعمل scrolling true أرفع false. اوكي هذا ما دي يعمل اوتو سكرولينج. طيب اذا بهذا الشكل انا يعني راح اقدر استفاد من كثير خصائص. خليني اراويكم خاصيه اخرى، طبعا موضوع الليست ستيت ما له علاقه بموضوع السناب شوت فلو لكن ما نطبق عليها، فمن اللطيف انه نشوف خصائص اخرى.
First visible item scroll offset. اوكي الاسم طويل، خليني اشرح لكم شنو معنى هذا. انا هسه عندي مثلا هذا الايتم معروض، اوكي معروض على الشاشه، هذا اول ايتم ال first visible item. سكرول اوفست اريد اشوف انا ايش قد مار من عندي، يعني الايتم المعروض قد يكون جزء من عنده اصبح تحت الشاشه غير مرئي، فاريد اعرف ايش قد هذا الحجم. راح اعمل رن وراح نشوف الريزولت كيف راح تكون. نرجع نفتح اللوك كات من جديد، ننزل سكرول للاسفل، حاليا صفر، اول ايتم معروض كله. لو اعمل سكرول بسيط، طبعا مع كل سكرول راح يرسل قيم، يعني سكرول تتغير القيمه. فاذا صار الجزء اللي من اول ايتم تحت الشاشه او خارج الشاشه بهذا الشكل دي اكبر. طيب نزيد السكرول، خلينا نوصل لغير ايتم، اوكي اعمل سكرول بعد. الان اجي انظر للقيم، القيم راح تزداد باستمرار، لاحظ ازدادت 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 الى ان توصل مرحله راح ترجع الى البدايه من الصفر او الواحد حسب الوقت اللي حدث بالسكرول. هذا يرجع لسبب انه احنا رجعنا الايتم جديد، فالايتم الجديد الجزء اللي مختفي من عنده تحت طرف الشاشه قليل ويبدي يزيد مع السكرول، ومن ثم يبدي ايتم جديد جزء قليل من عنده مختفي تحت الشاشة، وهكذا باستمرار. طيب راح تقدر تستخدم هاي الخاصية مع أي state خاصة بالكمبوز، سواء state من عندك مثل أي remember أنت تسويها، أو state موجودة ضمن الخاصة باللايزي layout، الخاصة بالview pager، أو أي view آخر راح تتعلمه في المستقبل. إذا بهذا الشكل حولنا state into flow. لهنا ينتهي هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.